لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. عودة الكهرباء بعد انقطاع شامل على تونس. وزير الداخلية اطمئن التونسيون. استأنفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عمليات انتاج الكهرباء وتوزيعها تدريجيا ابتداء من الساعة 3 من فجر يوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023، بعد انقطاع شامل كامل تراب الجمهورية في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء، وتحديدا حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل. وتناقل بكثافة رواد من منصات التواصل الاجتماعي صورة لنيران مشتعلة من أحد أكبر مولدات الكهرباء منطقة رادس ومن ولاية بن عروس، وتم تداول فرضية وقوع انفجار في المولد. وبعد الانقطاع الفجئي والشامل للكهرباء، شهدت محطة الانتاج برادس تواجد مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز من حياته. أكد مدير التعاون الاتصال باستدراج مدير أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد، مضيفا ان الاسباب ما تزال لحد الان غير معلومه. وقال منير الغابري، واشار مدير التعاون والاتصال بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز، بانه لا صح لما تداول حول حصول انفجار في محطه رادس، واكد ان الفرق الفنيه للاستاغ بصدد العمل لاسترجاع التيار الكهربائي كليا بعدما استرجعته في بعض المناطق الجمهورية. وعلى اثر انقطاع التيار الكهربائي، اصدرت وزارة الداخلية بلاغا اكد فيها ان الوضع الامني مستقر، وان وحدتها الامنية تواصل المحافظة على الامن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة. وكشفت عن تحول وزير الداخلية كمال الفقي الى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على اسباب هذا العطل.